ضيفنا الليلة السيد عزيز هناوي أمين عام مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، انضم إلينا من الرباط. سيد هناوي مساء الخير. الجمعة 55 في الحراك المتواصل، يعني نصرة لغزة وأيضا أضيفت إليها لبنان لاحقا، من أين يستمد المغاربة كل هذه القوة وكل هذه الحماسة وكل هذا الصبر للاستمرار هذه الشهور الطويلة في التظاهر دون كلل أو ملل؟ حياكم الله، حيا الله مشاهدكم الكرام. أولا الرحمة على الشهداء الذين ارتقوا نفسه، وفي لبنان الشامخ كل رحمة للشهداء، ونسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يزعزع ويزلزل هذا الكيان الغاصب المجرم. المغاربة أخي الكريم منذ عقود يرفعون شعار فلسطين قضية وطنية. نحن حتى خلال المرحلة الاستعمارية وقد كان المغاربة يرزحنا كما الشعب الفلسطيني اليوم تحت نير الاستعمار الإسباني والفرنسي، لم ينسوا فلسطين، تظاهروا وناضلوا ودعموا ومولوا المقاومة في فلسطين، وهذا بالشواهد التاريخية. لما انتزعنا استقلالنا لم تنقطع هذا النضال من المستوى المدني بل والفدائي، وشارك المغاربة في الفداء من أجل فلسطين مع المجاهدين في جنوب لبنان وفلسطين وغرب. هذا الحراك الشعبي الزاخر منذ 7 أكتوبر يوميا في الرباط على الأقل 3 وقفات في الأسبوع أمام البرلمان وفي الشوارع المغربية. نحن نقول في الساحة المغربية شعارنا ثلاثي أمر فلسطينية مع الطوفان المجيد، ثانيا ضد العدوان الهمجي، ثالثا إسقاط التطبيع الذي فرض علينا فرضا والذي جاءنا بدون إرادة شعبية، فرض على الشعب المغربي بشكل رسمي في أواخر ديسمبر لمسار التطبيع الرسمي الذي كان قبل عقود أيضا وكان أيضا مهرب ولا وطنيا. هذه الثلاثية مع الطوفان ضد العدوان ضد الخذلان هي التي تحرك هذه الجماهير التي لن تتوقف. هذا الحراك في المغرب الذين يراهنون على يأسي أو إحباطي أو تخاذلي أو تعب الجماهير يراهنون على السراب. الشعب المغربي يعانق القضية عقديا عقديا منذ قرون، شاركنا مع صلاح الدين الأيوبي وفي 100 سنة الماضية ضد العدوان الصهيوني مع الشعب الفلسطيني، وسنواصل هذا المسير وسنسقط التطبيع وسرديته الموازية التي تريد. طيب أنت أشرت منذ قليل يعني سيد هناوي، أنت أشرت إلى بعض أهداف هذا الحراك المتواصل لشهور طويلة بل لعقود طويلة كما أشرت حضرتك. طيب ماذا تحقق من هذه الأهداف المعلنة على الأقل منذ بداية هذا الحراك مع بداية العدوان الصهيوني على غزة؟ ما هي الأهداف التي رسمت وماذا تحقق منها بما فيها المطالبة طبعا بإسقاط التطبيع؟ منهجيا حتى نحدد الأثر، قياس الأثر، وجب أن نقيس المشهد التضاريس أولا. جميل. التطبيع قرار استبدادي، التطبيع قرار استبدادي، والتطبيع جزء من السياسة العمومية في البلد والتي 99% منها خارج الآلية الديمقراطية، وبالتالي كي نقيس أثر حراك الشعب لإسقاط التطبيع وجب أن نضع التطبيع في المشهد العام. ولكن هذا لا ينبغي أن يدفعنا لليأس والإحباط. نحن بحراكنا جمدنا التطبيع الذي انطلق وأنتم من المراقبين والمتابعين وقناتكم المباركة. التطبيع كان في زفة مسعورة، 30-40 وزير زاروا المغرب من الصهاينة، أكثر من 43 اتفاقية وقعت في كل المجالات من الشؤون العسكرية إلى الأوقاف إلى الأمور الروحية مع الرابطة المحمدية للعلماء، مر بالتعليم والثقافة والكرة والسياحة والصيد والأمن والسجون، كل شيء تم فيه التطبيع. تم القفز حتى على مبرر التطبيع من تحت ظلالها، تبييضا له، تجميلا له، لم يعد فقط تطبيعا لكن مع الطوفان المبارك ومع الجماهير التي تحركت قبل 20 ديسمبر 2020 بعد 20 ديسمبر عفوا لم تعد تلك الزفة. صحيح
مكتب الاتصال لا يزال معلنا، ولكن تحركه وما كان يراد تسخين التطبيع بحراكه داخل بعض أشباه المجتمع المدني هذا كله توقف. ننتظر من الدولة أن تعلن توبتها وتطهير نفسها. وأرد تبييضه بقضية الصحراء. طيب هذا سيد هناوي أنا أعتذر منك يعني بحرارة، سنعيد الاتصال بك لأن هناك تقطع نسبي في الصوت من المصدر حتى لا تضيع الفكرة، سنعيد الاتصال بك فورا. نعود مرة أخرى لضيفي حلقتنا السيد عزيز هناوي. سيد هناوي، كنت تتحدث عن هذه الأهداف كما قلنا والرسائل المعلن منها منذ بداية هذا الحراك وما تحقق منها إلى حد اللحظة. الذي تحقق هو تجميد زفة التطبيع بالسعار الذي كانت متواصلة به بعد إعلان تجديد فتح مكتب الاتصال في أواخر 20. اليوم الزفة التطبيعية متوقفة، صحيح مكتب الاتصال لا يزال الزفة بالشكل الذي كانت مسعورة به، ولكن نحن على المستوى الشعبي والجماهيري نقول لقد أسقطنا التطبيع شعبيا. أعتذر من الدولة أن تعلن رسميا إلغاء كل اتفاقية تطبيع وطرد مكتب الاتصال واعتبار باشر للمغرب وليس فقط عدو لفلسطين وشعب فلسطيني. طيب السلطة، ونحن نشير هنا إلى 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 السلطة المغربية المطبعة والشعب المغربي لا علاقة له بهذا التطبيع بالتأكيد لأنه لم يستفتى ولم يحل هذا التطبيع حتى لتصويت برلماني. كيف تتعامل معكم خلال هذا الحراك سيد هناوي السلطة المغربية؟ السلطة المغربية لا تتدخل في الحراك إلا نادراً نادراً جدا وبشكل موضوعي. هذا مؤشر إيجابي بأن الدولة نفسها تعتبر أن مسارها التطبيعي مسار صادم للشعب ومزدوج مع الشعب بأن عليه القمع، فهي على الأقل في الحد الأدنى إن فرضت التطبيع فلا تريد فرض القمع لأنها ستكون ضريبة مزدوجة وسيتم نقل الأزمة من العلاقة مع الكيان الصهيوني كأزمة بين المغاربة والكيان الصهيوني إلى أزمة بين الدولة والمجتمع. وبالتالي نحن نسجل أن الدولة لا تعرقل التظاهر هناك إلى حدود الساعة تقريبا تظاهرة طيلة السنة كاملة، مئات التظاهرات، ولهذا نقول أن هذا مؤشر إيجابي. ننتظر تفعيل القرار كي يلتقي الموقف الشعبي بالموقف الرسمي ونطرد الكيان الصهيوني من المغرب رسمي إلى الدعم الرسمي للمقاومة بشكل معلن. نعم، على كل حال الآن المغاربة يتظاهرون لأكثر من سنة وبحت أصواتهم فيما يتعلق بمطلب إلغاء التطبيع، لكن لا يوجد تجاوب. الحقيقة على الأقل هذا ما نلمسه، لا يوجد تجاوب ولو في الحدود الدنيا فيما يتعلق بهذا المطلب بالذات. لكن دعني أختم معك سيد هناوي بسؤال أخير يتعلق بالساحات العربية الأخرى من حولكم، والمفروض لأن النشطاء يتحدثون دائما عن التنسيق بين الساحات والتواصل عبر السوشيال ميديا وعبر الهاتف لتنسيق هذا الحراك في محاولة لدعم يعني أكثر قوة لأهلنا في غزة ولبنان. لماذا تبدو الساحات العربية الأخرى مقصرة إن لم نكن يعني غير مهتمة تماما بما يجري في فلسطين ولبنان؟ هذا الأمر إذا نحن قسناه بالمشهد العام بالدرون من الفوق من الأعلى في الساحات العربية قد نقول هذا الكلام، ولكن في هذه الساحة أو تلك لا. الشعوب التي تراها منكفئة لا تخرج للشارع هي نفسها أيضا شعوب مقموعة مصادرة حريتها. صحيح نطلب منها أن تنزع عنها عن ربقتها هذا الكيل هذا القيد وهذا التضييق بأن تخرج للشارع وتعبر كور سواء في الخليج أو حتى في المنطقة المغربية. هناك ضعف في الحراك الشعبي نسبيا، صحيح ليس كما الساحة المغربية أو الساحة اليمنية مع اختلاف المشهد. الساحة اليمنية الإرادة السياسية في صنعاء مع الطوفان بل مشاركة عسكريا. نحن في الساحة المغربية الموقف الرسمي مطبق
وهذا يرجع إلى تاريخ، أمر تاريخي على مستوى الحراك الوطني في المغرب. المجتمع المدني والسياسي والنقابي في المغرب عنده تاريخ 70 عام، وليس فقط مع الطوفان. ولهذا وجب علينا في مقاربة الأمر وتقييم الحراك الشعبي العربي أن نقاربه في إطار كلي في الماكرو سياسي، بأن هناك قمع وبوليس وأنظمة انقلابية، وإلا كيف يمكن تفسير وغزة على بعد أمتار منهم تذبح؟ هل فلسطين كلا لا يمكن ذبح تذبيحا في انقلاب السيسي، ذبح تذبيحا وزج بالآلاف من قيادته التي طيب. ما هي ومن خرج خرج إلى المنافي. فإذا هناك عملية تكبيل للشعوب بأنظمة مرتبطة بالمشروع الأمريكي الصهيوني. نسأل الله أن يرفع عنا هذه الغمة احتلالا واستبدادا. الأستاذ عزيز هناوي، أمين عام مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، كنت معنا من الرباط، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر الحقيقة على التقطع في الصوت من المصدر، لا ندري هل هو خلل فني أم أصابع أرادت أن 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 تعبث بهذه المداخلة هنا وهناك، لا ندري، أنا لا أنفي ولا أؤكد ذلك.